هو شو يسوي؟ هو اللي يفصل خليه عن خليه، صح له لا؟ اي دكتور. هاي الخليه داخلها اكو مكونات، سايتوبلازم، الميتوكوندريا، جهاز كولجي، صح له لا؟ فهي كلها تنفصل بواسطه غشاء على مود نقدر نفرق بين خليه وخليه. اذا شنو؟ بعدنا اذا هو شنو عيني فده يقول انه الخليه تتقسم ثلاث اجزاء، منها غشاء الخليه السير ممبرين، وايضا السيتوبلازم والنيوكلياس النواه. تمام. فالسير ممبرين هذا اللي احنا هنشرح عليه مكوناته، مين يتكون، شنو دوره، شنو وظيفته، هاي هنشرح عليه. فنادى شوفون هذا غشاء الخليه السير ممبرين، وبداخله هي العضيات الحيويه، كولجي، ابراتشات، ميتوكوندريا، لايسوتوم، عم تم الميتابوليزم بداخل الخليه. فعندنا وظيفه كلش مهمه المن للسير ممبرين. اذا هو شنو الصفات البروبرتيز مالته؟ يعتبر هايلي فيسكوس، يعني شنو اللزوجه مالته عاليه، بلاستيك ستراكشر، تمام، ولحد يوقع الزميله، والله اللي القى في موقع احسبكم. بلازم ممبرين فورم كلوز كومبارتمنت اراوند سيلولر بروتوبلازم، يعني يحيط العضيات الحيويه ان سيبريت وان سيل فروم انذر، يعني ايضا يفصل الخلايا عن بعضها البعض، يعني زين. وبالتالي هو يعتبر ايضا سيلكتيف بيرموبلاتيز، يعني شنو سيلكتيف؟ يعني مو كل المواد تدخل من الخارج الخليه الى الداخل، فقط المواد اللي تحتاجها الخليه، مو التفاعلات الحيويه تتم داخل الخليه والميتابوليزم. فاني احتاج بروتين، احتاج كربوهيدرات، احتاج فيتامينز، فقط الشغلات الضروريه، لذلك يعتبر سيلكتيف. زين، هذا شلون يدخل من داخل الخليه الى خارج الخليه؟ يعني اوتسايد الى انسايد عن طريق الشانلز، اوكي؟ الشانلز القنوات اللي هي تكون على غشاء الخليه، يعني بين الغشاء اللي تدخل المواد من الخارج الى داخل، وايضا بالعكس من الداخل الى الخارج. زين، هاي الشانلز عاده تكون بروتينز، اوكي؟ عباره عن بروتينز، زين. بالإضافة إلى التشانلز عندنا أيضاً إكسوسايتوسيس، إذا سامعين بيها، والإندوسايتوسيس أيضاً، هاي المواد تعبر القنوات تعبر مواد من داخل إلى خارج الخلية وبالعكس. هاي تسمح بالإكسشينج أوف ماتيريال، يعني تبادل المواد والأيونات إنسايد وأوتسايد أوف ذا سيل. زين، وبالتالي شنو أيضاً إلى بالإضافة إلى هذا النوع من التبادل، أكو وظائف حيوية أخرى للسيل ممبرين تعتبر سيل انتراكشنز، هاي وظيفه، وايضا الترانس ممبرين سيجنالينج، يعني سيجنال، يعني شلون هسه الهرمون يشتغل اذا ماكو ريسبتر على السيل ممبرين؟ ما يشتغل، صح لو لا؟ كل هرمون له مستقبل خاص، هذا المستقبل موجود على غشاء الخليه. يعني هذا الهرمون يعطي اشاره، مثل انسولين يعطي اشاره للخليه انه دخل الجلوكوز، صح؟ زين، شلون تشتغل؟ الا عن طريق ريسبتر، صح؟ فايضا فائده السيل ممبرين انه موجود ريسبتورز على غشاء الخليه على مود يعطي اشاره الى داخل الخليه، او يعطي اشارات هرمونيه المساعده في عمل الهرمون. زين، المكونات مالتها طلاب عندنا الووتر، طبعا الووتر يعني يعتبر فيري هاي امبورتنت مولكيولز. الووتر يمثل 60% من وزن الجسم اللين، يعني الضعيف يمثل 60% من عنده. زين، هاي 60% متوزعه قسمين، اما انترا داخل الخليه انترا سيلولر او اكسترا سيلولر. ايش تتوقعون المي موجود داخل الخليه اكثر لو خارج الخليه؟ داخل الخليه. ثلثين تو ثيرد، يعني ثلثين بحدود ايش قد 70% بحدود 60 إلى 70% هو موجود داخل الخليه. ليش؟ لان قلنا الميتابوليزم يتم داخل الخليه فاحتاج الى ووتر. زين، شنو وظيفته؟ اذا كان طبعا طلاب انتبهوا، ما اجيب اي سي اف او بالامتحان اجيب انترا سيلولار فلويد، نفس الشيء اخاف اجيب مختصر اي سي اف. فداخل الخليه ليش موجود الماء؟ يساعد على الستورج، يساعد على الانيرجي الاي تي بي مو يتكون بداخل الخليه الميتابوليزم، ايضا يساعد بتكوين ريبليكيشن مثل ما دي ان اي مثلا. And other special functions. هاي فوائد الووتر داخل الخلية. زين، أما بالإكسترا سيلولار إيش قد عندنا؟ قلنا هناك 2 ثيرد، فش بقى 1 ثيرد
30% هو موجود خارج الخلية، يعني بلاد هسه البلاد اكثر ووتر، صح لو لا؟ وظيفة شنو بخارج الخلية؟ انه احنا مو يتم ميتابوليزم داخل الخلية، فهنا حيكون نواتج ايضية، صح؟ اللي هي عبارة عن ويست يسموها سي او 2. فشلون اني اطلع هاي الويست والسي او 2 من داخل الخلية الى الخارج؟ عن طريق الماء، زين عيني؟ فطبعا النادي يقول هو بحدود 1/3 من وزن البادي كليا خارج الخلية، متوزع ما بين البلازما وما بين الانترستيشال كومبارتمنت. وظيفته بالخارج الخلية ديليفري سيستم، يعني اما بقى هنا الوظيفة الثانية ما حكيتها، برينج، اما يجلب الامينو اسيد والفاتي اسيد والجلوكوز الى داخل الخلية اللي انا احتاجهن، او شنو يطرح ان اللي السي او 2 والويس من داخل الخلية إلى خارج الخلية، واضح؟ يعني يدخل لنا المواد اللي نستفاد منها ويخرج لنا المواد اللي ما نستفاد منها إلى خارج. زين، هاي بالنسبة للمي. زين، بعد كمية الأيونات اللي موجودة بالإنتراسيلولار والإكستراسيلولار بالإنترا إنفايرمنت أو إنتراسيلولار خارج الخلية، وإحنا وجدوا إنه كمية البوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفات عالية. هاي خرج يبقى ام سي كيو، تنتبهوا له. الكي والام جي والفوسفات عالية تكون بالانسايد ذا سيل، بينما وجدوا الصوديوم والكالسيوم والكلورايد هو شنية عالية بخارج الخلية، بينما الجلوكوز وجدوا تركيزه عالي بالاكسترا سيلولر. على العكس من عنده اللي هو البروتين، يعني شنو البروتين عالي وين؟ بالانترا سيلولر، زين عيني؟ الجلوكوز عالي بالاكسترا سيلولر، البروتين عكسه بالانترا سيلولر عالي، زين. ميمبران ليبيد، زين، بعد بالاضافه الى هسه وجدنا مكونات الماء، وجدنا الايونات شلون متوزعه، عندي هل انه الميمبران هذا الغشاء يتكون من الليبيد؟ تذكرون بالبدايه شرحت لكم اياه لايبوسوم. يا نوع من الليبيد يدخل تكوين غشاء الخلية اللي هو فوسفوليبيد. تمام، إذا الفوسفوليبيد هو الباك بون اللي يدخل بغشاء الخلية. تذكرون الفوسفوليبيد منين يتكون؟ قلت لكم الأول يتأثر بحامض شحمي، الثاني بحامض شحمي الكوليسترول، والثالث واحد يتأثر بحامض الفوسفوريك، لذلك بما أنه دخل مجموعة فوسفات يعتبر فوسفوليبيد. وهذا طبعاً يعني يتكون من فاتي أسيد، صح لو لا؟ فاتي اسيد اما ساتوريتد او ان ساتوريتد، ويكون ايفن نمبرد، يعني شنو؟ يعني اعداد زوجيه من الاحمر الشحميه 16 18 20 هيجي اعداد زوجيه. زين، بعد بالاضافه للفوسفوليبيد عندنا جلايكوسفينجوليبيد، ولو كميه قليله من عنده. من يقدر يقول السفينجوليبيد شنو اخذنا امثله؟ سفينجوليبيد مو امتحنتوا بيها بالمنتج؟ شلون؟ بعد السر مايت وتمات جانس سبينجوسايد جلوك السر بروسايد قالك تسر بروسايد نسيناها سبينجوليبيد. هذا يدخل از مينلي از شنو سبينجوليبيد بالسيل ممبرة، بالاضافه لجلوك السر بروسايد قالك تسر بروسايد. عندنا مصطلح اخر كان نقول يوسايد، ايضا يدخل احد سبينجوليبيد بالسيل ممبرة. يعني إذا أجيب شنو السفينجوليبيد يدخل بالسير ممبرين المفروض تعرفوها. الستيرويدات همين جزء من عنده، تذكرون الستيرويد هو كوليسترول، صح لو لا؟ جزء من الكوليسترول أيضا يدخل بالسير ممبرين، قسم من عنده. تمام، لسر كوانتيتيز يعني كمية كلش قليلة موجودة أيضا من الكوليسترول بالميتوكوندريا كولجي كومبلكس جهاز كولجي ونيوكليير ممبرينز، يعني كمية كلش قليلة موجودة بهاي. زين، هاي بالنسبة للبيت مكونات اللبيت بالغشاء. زين، بروتين، البروتين ايضا يدخل بالسيل ممبرين على شكل انتجرال بروتين، وعندي بيرفرال بروتين. تمام، اللي اريده من عندكم هاي النوعين من البروتين اللي يدخلن بالسيل ممبرين تقولوا لي الديفرنت بتوين انتجرال بروتين وبتوين شنو البيرفرال بروتين. هسه نجي على الانتجرال. شنو الانتجرال بروتين؟ موجود بارشلي اور توتالي اميرس ان ذا ليبيد بايلير، يعني اما مغروس بكميه بارشلي شنو جزئيه او كليا بداخل الغلاف. تمام، طبعا هنا هنا شيء يقول ار اتاش ان ذا سيرفيس، يعني اول اختلاف انه البيرفرال من اسمه موجود بالسيرفيس اوف ليبيد بايلير، بينما هنا شنو اميرس بارشلي اور توتالي، هذا اول اختلاف. الاختلاف الثاني انه هو
الانتجرال بروتين ما اريد هنايكم act as enzyme and transport carrier for ions. يستخدم الانتجرال بروتين كارير يعني يحمل الايونات ويدخلها الى داخل وخارج الخليه والجلوكوز ايضا. بينما البيرفرال بروتين يستخدم از انزيم اند ريسبتورز يعني شكل ريسبتورز بالهرمونات هو ينقل اشارتها البيرفرال بروتين. تمام هاي النوعين بالفاكشن والموقع مالتهم البوزيشن موجود على السيل ممبرين. هاي اهم شيء. زين ممبرين كربوهيدرات هسه بالنسبه للبيض والبروتين عرفنا. نجي على الكربوهيدرات. الكربوهيدرات ما تكون فري نوت فري يعني ما موجوده بشكل فري بالسيل ممبرين وانما مرتبطه. من اقول مرتبطه اما ويا بروتين ويا البروتين او ويا من ويا اللبن. فاذا ارتبطت ويا البروتين سمي جلايكو بروتين واذا ارتبطت ويا اللبن يسموها جلايكو لبن. اذا هي نوت فري اما ويا البروتين او ويا اللبن. زين تكون 1/10 يعني 1 الى 10 من مكونات الليبيد از جلايكوليبيد. اذا كميه جلايكوليبيد اللي موجوده بالسيل ممبرين 1 الى 10. تمام زين. يعتبر الممبرين ليبيد ار انفيباتيك. الانفيباتيك تذكروها ايش قلنا عليها؟ الانفيباتيك هو شنو؟ هيدروفوبيك. يعني هسه احنا مو قلنا الفوسفوليبيد يدخل بالسيل ممبرين. جزيئة الفوسفوليبيد تتكون من بولر ونون بولر. الفوسفات هي بولر فتعتبر هايدروفيليك والجزء الباقي من عند هذا الشيء يعتبر دايكوسرايد اللي هي نون بولر. زين الفاتي اسيد الكربوكسيل تعتبر هايدروفيليك مو والسلسلة الكربونية البقية للحامض الشحمي يعتبر نون بولر يعني هايدروفوبيك. بعد الكوليسترول مو بي هايدروكسيل هذا الهايدروكسيل بولر صح لو لا؟ هايدروفيليك. وبقيه الكوليسترول هاي الحلقات الاربعه هايدروفوبيك. اذا جزء من عنده هايدروفيليك وجزء من عنده هايدروفوبيك لذلك اطلق عليه انفيباتيك. زين هنا يقول انه الانفيباتيك طلاب اذا ازلت الهايدروفوبيك شكو عندي هايدروفوبيك وير سيبريتد ازلتها from the rest of عن البقية عن بقية المكونات حشوف الهيدروفوبيك insoluble in water. يعني شنو؟ يعني غير ذائبة بالماء وإنما ذائبة وين soluble in oil. وبالعكس conversely إذا عزلت الهيدروفيليك region عن بقية المكونات وجدت إنه الهيدروفيليك soluble وين بالwater and insoluble in oil. تمام يعني أقول هيدروفيليك محبة للماء يعني شنو ذائبة بالماء. تمام من أقول ذائبة بالماء يعني ما تذوب الدهون. زين هسه هذا المركب يحكي لنا على هسه هنا لو تشوفون طلاب هذا الهيد اللي هو بولر. تمام بولر هيد جروب هذا شنو؟ بولر. وهذا التيل اللي هو شنو؟ يعتبر نان بولر هيدروكربون. زين هنا اليو والاس. الاس شنو؟ يعني ساتوريتد مشبعة. واليو شنو؟ يعني انساتوريتد. هسه هنا الاس ساتوريتد نشوفه بشكل شنو؟ لينير عدل صح لو لا؟ بينما اليو انساتوريتد بشكل اعوجاج يسموه كينك. اوكي؟ هذا ليش صاير الاعوجاج؟ على يعطي مور سبيس يعني اكثر فراغ لدخول وخروج المواد من السيل ممبرين. تمام؟ يعني يكون مور بيرمابيلتي يعني اكثر نفاذيه لوجود هذا السبيس. زين هنا هم كاتبتكم على الاس شنو معناته واليو. زين هل يعتبر الليبيد باي لاير يعتبر او عفوا الممبرن يعتبر باي لاير طبقتين لو طبقه واحده؟ طبقتين يعني من المايسيل. المايسيل هي مو وان لاير. اذا صارت باي لاير صارت لايبوسوم صح ولا لا؟ ودخلت بتكوين الليبيد. اذا الليبيد هو عباره عن طبقتين لو طبقه واحده؟ طبقتين. اذا هو يعني هسه مثلا المايسيال اذا اخذناها من ناحيه الستراكشر فيعتبر الهيدروفوبيك ريجن شيلدد فروم ووتر. طبعا هيدروفوبيك يعني انه ميدو بالماء ويبتعد عن الماء بينما الهيدروفيلك هو ذائب بالماء. يقول بالرغم من انه المايسيال الحجم مالتها يعني 200 نانومتر جدا يكون صغير الا انها لها دور بتكوين الغلاف. ف
فطبقتين ليبيد باي لاير او باي لاير نوت ماي سيل، فهنا نكتبوا باي لاير نوت ماي سيل. ليش؟ لان الماي سيل وان لاير، فمن يصير باي لاير نوت ماي سيل هو تدخل بالستراكشر. تمام. هسه حل نشوف نشوف الشكل مالته، ولو شو هذا مو اخذته بالبدايه اعطيتكم اياه هني لو لا. هذا الماي سيل، هذا الهيد مالته بولر، وهذا التيل نن بولر. هذا تستخدم بالدايجشن اذا تتذكرون، يعني ورا هضم الدهون انا امتص الدهون فروم انتستن از ماي سيل. هذا شنو لعب؟ هذا الدايجرام هو شنو؟ هو هذا الممبران او يسموه اللايبوسوم. اللايبوسوم الهيد مالته هاي بولر، تشوفون انتم ولا لا؟ الهيد مالتها بولر والتيل مالتها نان بولر. وشوف اكو انساتشوريتد، صح لو لا؟ شوف هنا بالغلاف عندنا الكينك يسموه تيل، يعني يكون مو لينير. نعم. يعني بالستركشر اكو عدل واكو في عوجاج؟ اكو، هي اكو عوجاج، هذا معناته دلاله على انه انساتشوريتد، غير مشبع الحامض الشحمي. مو قلنا اكو مشبع وغير مشبع؟ فهنا يعني الغير مشبع. ليش؟ شنو فائدته؟ انه هسه اشرحه انه يعطي مور ديرموبلات. شوف هنا كينج يسموه الاعوجاج، and lead to more station between the polar head groups hence to more room for movement. يعني هذا الاعوجاج يعطي more permeability more spaces لتبادل المواد الى داخل وخارج الخليه، وبالتالي اذا انطى more permeability يعني more fluidity، يعني اكثر سيوله المن للممبرين. تمام. طلاب من يصير الممبرين اكثر سيوله more fluidity يعني انتروب تزيد لو الدلتا اس مقضيه بالفيزياويه العشوائيه مقضيه لها، اي فمن يكون تداخل مور انتراكشن مور فلويدتي يعني معناته انتروب تزيد لو تزيد. هسه هنا يقول لكم ان الدلتا اس تزيد. زين، هسه هذا المخطط يبين مدى نفاذيه الماتيريالز المواد الى داخل والى خارج الخليه. طبعا بالقيمة السالبة، وكلما زادت القيمة السالبة المقدار يعني نقول سالب خمسة وسالب واحد يا الأكبر. سالب واحد. سالب واحد، يعني كلما قلت القيمة السالبة أكبر مقدارها يزيد. فهنا يا الأكثر بير موبيلتي H2O ولا الصوديوم؟ H2O. ها. H2O. H2O 10 أس ناقص 2، والصوديوم مش قد؟ 10 أس ناقص 12. إذا ال H2O هو أكثر نفاذية، يدخل وخارج من داخل إلى خارج الخلية وبالعكس. شو هنا يقول سهم لو هنا شنو؟ هاي. إذا هنا معناته الصوديوم الأقل نفاذية، بعدين البوتاسيوم، بعدين الكلورايد، جلوكوز، تريبتوفان شنو يعني؟ أمينو أسيد صح؟ يوريا، كوليسترول، إندول، إلى وصلت الـ H2O هي الأعلى نفاذية من الكل. إذا أنا قاعد أجيب لكم سيلفولين أي هو أقل نفاذية، والـ H2O هي أعلى نفاذية. زين. اذا اللي تتحرك من نقول هذا المركب يتحرك مور رابيدلي يعني الى داخل وخارج الخليه، يعني اكثر نفاذيه لو اقل يعتبر شنو؟ هايبر موبيلتي كوفيشنت، معاه من نفاذيه عالي، صح لو لا؟ ليش؟ لان مور رابيدلي. زين، هاي حكيناها الانفيغرافيك. طبعا الشانلز والاندوسايتوزز هاي المكونات اللي تساعد على خروج ودخول المواد، اكو سمول مولكيولز واكو لارج مولكيولز اللي تنقل السمول ياهو اللارج، اصنف لكم اياها بالجدول. زين، ايضا من خواص الممبران يكون دايناميك ستراكشر. شنو دايناميك؟ حركة يعني دايناميك شنو بالعربي؟ دايناميك ستراكشر يعني شنو؟ حركة يعني فلكسبل بي يعني مرونه بي عن جسمه حبه. اند اسيمتريك يعني شنو اسيمتريك؟ غير متناسق. اسيمتريك هو اسيمتريك؟ غير متناسق. يعني متكون من مواد غير متماثله، بروتين، ليبيد، كربوهيدرات متنوعه، فيعتبر اسيمتريك ستراكشر. تمام؟ هذا يقول اسيمتريك يعتبر بروتين الى اخره، حتى البروتين اكو انتجرال واكو شنو؟ بيرفرال، ايضا كربوهيدرات الى اخره، هاي تعتبر اسيمتريك. ودايناميك ستراكشر يعني اكو تيرن اوفر رايت، اكو حركه ديمومه الحركه عم بيساعد تبادل المواد. زين، نجي على موضوع اخر اللي هو ارتفيشال ممبرين.
artificial بالعربي شنو يعني؟ صناعي. صناعي ماخذيه من الصيدلانيات مو يمكن؟ هنا العلماء وجدوا لازم يصنعون اغشيه صناعيه مشابهه للاغشيه اللي موجوده بداخل الجسم ان فيفو، على مود نعرف هذا الدراكس من ينحقن شلون يروح بداخل الخليه، على مود نعرف هل هو هذا الدراكس اللي ينحقن تارجتنج، يعني مثلا ادويه السرطان من يعطوها للبيشنت هل هي تروح للسيال مال يعني فقط الكانسر سيال لو تروح للخلايا السليمه همينه. طبعا اكو معلومات تقول انه اغلب المرضى اللي مرضى السرطان انه يموتون نتيجه السايد افكت اوف دراكس مو نتيجه المرض نفسه، لان هذا الدواء راح يروح يهاجم الخلايا السليمه والخلايا الخبيثه بنفس الوقت، تمام؟ فهنا تظهر الكومبليكيشنز وبالتالي يؤدي الى الديت. فهنا لازم اني بهاي الحاله اسوي تجارب بالفترو على مود اكون هذا الدراكس يكون فقط نحو التارجتنج. ضرورية تجاوبين؟ زين، عندنا ال فوجدوا انه نفس الغشاء اللي سووه بداخل وخارج الخلية، عم قلت لي خاف مستحيل اطلع هو قلبي ولا طيب لازم ابدي ابطلع. زين، فهنا وجدوا انه ماني فاكشنز المفروض يعني الارتفيشال الصناعية اللي سويناه، فهنا يقول purify membrane protein or enzyme can be incorporated into these physicals in order to assess what factors. هلا اشوف الانزيمات او البروتينات المنقات من احقنها بداخل الخلية شنو يصير له. ايضا هاي دي السيستم يعني قصدي على الاغشية الصناعية كان بي richly controlled، ايضا اقدر اسيطر بيها واحكمها حسب اللي انا اريده، يعني من ناحية الايونات من ناحية الى اخره اقدر اتحكم بيها. ورا ما يتكون اللايبوسوم لان هو السيل ممبرين هذا اغشيه صناعي لازم بيه لايبوسوم صح لو لا؟ ورا ما يتكون اللايبوسوم ممكن احقن بيها ادويه خاصه دراكس حتى جينات معينه واشوف هذا الدراكس هل يروح للسيرتين تشو يعني للتارجت سيل مثلا، يعني هنا انا دي يقول كوربريت انتو لايبوسوم ذات ذي ويد بي تارجتنج تو سبيسيفيك تيومرز او سبيسيفيك كانسر، يعني يروح للخليه السرطانيه لو لا، تمام؟ هاي الفائدة من الارتفيشال مبرانزين يعني. زين، من هنا أنا بس البربراطوري انه اعطوني امثلة على الغشاء الصناعي. عندنا غشاء صناعي اللي هو فلويد موسيوك موديل، سموه فلويد موسيوك موديل، احد اغشية الصناعية اللي صنعها العالم سينجر اند نيكولسون عام 1972، تمام؟ هذا الغشاء لقى يعني وايدلي اكسبتد حتى نوعيتنو is widely accepted، لاقى يعني شنو قبولا واسعا. ليش؟ لانه متكون composed of different kind of macro molecules. طلاب من اقول macro molecules like شنو؟ من اقول micro molecules macro شنو يعني جزيئات كبيرة بروتين وليبيد وكربوهيدرات، من اقول micro minerals او vitamins. طبعا ليش اقول micro وليش اقول macro؟ مو لانه بس احجامها هواية وانما من اقول مصر يعني جسم يحتاجها بكميات كبيرة. المايكرو هسه الفيتامينز هي كلش مهمة للجسم ولكن يحتاجها بكميات قليلة، مو تقلل من قيمتها وانما الجسم يحتاج بكميات قليلة. مثلا المينرالز الزنك احتاجه ولكن الكمية مالته قليلة. فوجدوا انه هذا الغشاء ممبرن متكون من مختلف الماكرو موليكيوس البروتين ليبيد كوليسترول هاي كليتها، وايضا كنترول اقدر اسيطر عليه، وبالتالي سوانا كم فيزيكال كيميكال بيولوجيكال فاكشن درسناها بي. اوكي زين، حفظوا لي بس ايضا الترانزيشن تمبرتشر. الترانزيشن تمبرتشر درجة الانتقال من حالة الى حالة، يا حالة اوردر تو ديس اوردر، يعني من الحالة المنتظمة الى الحالة شنو الغير منتظمة ديس اوردر. يعني شلون الممبرين يتحول من حالة الى حالة؟ يعني مثلا كان الفلويدتي مالته طبيعية، زادت الفلويدتي السيولة مالته صار ديس اوردر، فهاي نتيجة يسموها درجة الانتقال. وطبعا تأثر اذا زادت الفلويدتي تأثر على عمل بعض الهرمونات او الريسبترات مثل الانسولين ريسبتر. زين،
نحفظ اسم الغشاء؟ لا هو بس اللي شرحته اللي ركزت عليه، يعني العالم اللي اكتشفه، ياسن اكتشفه، ليش وايد دي اكسبتد؟ لانه متكون من ماسك ومولكيولز متنوعه، بروتين، كربوهيدرات، كوليسترول، اوكي، باي لاير، طبقتين، وبالتالي يعني فيزيكال اند كيميكال اند بيولوجيكال بروبرتيز صارت فيه. وشنو الترانزيشن تمبرتشر؟ الايون شانل طلاب اكو نوعين، كاتايون شانلز، اوكي، واكو انايون شانلز، واكو ايضا يعني مثلا اذا الصوديوم والبوتاسيوم، الصوديوم من يخرج خارج الخليه عن طريق قنوات بمكان ايش راح يدخل؟ البوتاسيوم، اذا حركه ايون حتتاثر بحركه ايون اخر، تمام؟ يعني تركيز الصوديوم خارج الخليه يتناسب ويا تركيز البوتاسيوم داخل الخليه، اذا ما دخل البوتاسيوم ما يخرج الصوديوم، يعني تحافظ على التوازن اللي ما بين داخل وخارج الخليه. فعندي ايضا قلنا كاتايون شانلز، اللي طبعا هنا اكو سبيسيفيك شانلز بالاضافه الى بنقول كاتايون شانلز يعني قنوات عامه للكاتايون. اكو عندي اساسا سبيسيفيك شانلز يعني قنوات محدده لنقل الصوديوم، لنقل البوتاسيوم، لنقل الكالسيوم والكلورايد. هاي تعتبر فيري سيلكتيف، فيري سيلكتيف، يعني عم تساعد على دخول وخروج ال هنا يقول one ion can regulate the activity of the other ion. يعني مثلا for example الكالسيوم بالإكسترا سيلولار يكون عالي، decrease قلة الكالسيوم خارج الخلية يقابله زيادة دخول بالمضلتي of صوديوم، تمام؟ يعني صوديوم ما يدخل إلى داخل الخلية إلا إذا يطلع كالسيوم، وهكذا يعني يكون توازن زين. وبالعكس طبعا الصوديوم والبوتاسيوم زين. أنظمة النقل غشاء الخلية، شوف طلاب هاي الشانل اللي قلت لكم عليه، هذا الشانل صارت باي لاير، هاي دورة لازم منا بالهاي هي هي عتاش. لا لا هي مجرد اسحبها يعني صح. هسه هنا هاي يعني هاي اي تاتش قاعد بذيك القاعات ما كانت هي زين، خوتشان جابوا نفس هاي النظام اوكي يعني بقى مسوي تكسر كم مات تاتش بس ما يمكن يوقفوها لان كان يجي مثلا ذبانه لو شو تبقى تتحرك من واحد اي لا انا ماكو اليونيبورت الانظمه النقل شو هنا التشانلز القنوات اللي هذا طبعا سيل ممبرين تشوفوها هاي باي لاير مبين الهيد والتير بنصهم هي التشانلز بنصهم شنو التشانلز عندي الانتي بورت من اسمه انتي بورت يعني شنو ها طبعا هنا انا مقسمين جزيئه دائريه وجزيئه شنو مثلثه ووحده مربعه بس مجرد دي يقول لك انواع مختلفه فالانتي بورت يعني شنو بس هذا السهم الى شنو داخل الخليه وهذا شنو الى خارج الخليه فهنا معناته شنو باتجاهين مختلفه وجزيئات شبيهة مختلفه السيمبورت الاتجاه شنو؟ واحد مع شنو الجزيئة؟ مختلفة. اليونيبورت جزيئة واحدة وباتجاه واحد، إذا هاي ثلاثة أنواع مال النقل. زين. هاي الانتيبورت سيمبورت أجيبها ام سي كيو أجيبها المفروض تعرفوها. زين، عندي هسه طريقة النقل حتكون طريقتين، فاسيليتد ديفيوجن سامعين بالانتشار؟ وعندي الاكتيف ترانسبورت من اقول فاسيليتد يعني هاي الجزيئه تنتشر من مكان الى مكان يعني تركيزها عالي مو بهذا المكان تنتقل الى تركيز واحد صح هاي يحتاج الى وسيله الى اي تي بي على مدى انقلها لا لا ما احتاجيتها تنتشر صح لو لا بينما الاكتيف ترانسبورت النقل الفعال عكس التيار عكس الجريدنت او يسموه الكتروكيميكال جريدنت يعني من تركيز واطئ الى تركيز عالي يعني احتاج الى اي تي بي إذا أول فرق إنه facilitated diffusion not required of ATP بينما الأكتيف ترانسبورت أحتاج ATP زين ثاني فرق facilitated diffusion with شنو concentration أو with electrochemical gradient يسموها down يعني وياها بينما الأكتيف ترانسبورت against زين عيني electrochemical gradient
اذا بنقول داون يعني ويا التيار تمام. اذا هنا بالفاسيليتد اقدر اعتمد على حجم الجزيئه لو الشحنه مالته لو ما احتاج فقط الكونسنتريشن ها الانتشار قلنا من تراكيز عاليه تنتشر الى واطي احتاج الى حجم الجزيئه والشحنه مالته وتركيز الشحنه لا وانما فقط الكونسنتريشن. وانما هنا شو احتاج توفر هاي الجزيئه الكونسنتريشن جريدنت الاماونت كميه الكارير اكو يشيلها يعني كارير تحمل الجزيئه من مكان الى مكان وايضا الارتباط ما بين السوليوت والكارير من ترتبط على مود النقل وايضا الانفكاك يعني وراء عمليه نقلها الى المكان اللي اريده سرعه الانفكاك ما بين الكارير والسوليوت اربع عوامل مهمه. زين ومن الهرمونات اللي متاثره بالفاسيليتد الوجه او تتاثر هي الانسولين يعني ورا ما اكل مو الجلوكوز يزيد بالدم لو لا يزيد هاي من يزيد الجلوكوز اثر ثالث اشاره للانسولين يشتغل بما انه بالاكسترا سيلولار صار الجلوكوز كلش عالي حيعطي الانسولين اشاره للخليه انه دخل الجلوكوز الى داخل الخليه عم تستفاد كاي تي بي فبالتالي هنا استفادت منه شنو من الفاسيليتد ديفيوجن تمام. زين نجي على الاكتيف ترانسبورت اللي هو قلنا نحتاج الى شنو انيرجي انيرجي شنو كوارك اذا وطبعا تستهلك 30 الى 40% من كميه الطاقه. زين انا من اريد احرر اي تي بي وحده لانقل جزيئه احتاج الى صوديوم واحتاج الى بوتاسيوم. شوف هنا اللي يقول الممبرين وهذا انسايد للسياق وهنا شنو الاوتسايد هي تحرير او نقل جزيئه اي تي بي تستهلك هنا شو عرف استهلاك الاي تي بي تحولت الى اي دي بي يعني تراي ادينوسين تراي فوسفيت تحولت الى ادينوسين داي فوسفيت زائد الفوسفيت. هنا من احلل الاي تي بي الصوديوم بعدنا ثلاثه من جزيئات الصوديوم تتحول من انسايد للسياق الى شنو اوتسايد يعني الصوديوم يخرج خارج الخليه بمكانه شو يدخل البوتاسيوم يلا اقدر احول اي تي بي وحده. اذا احتاج للريكوايرد فور اي تي بي تركيز كونسنتريشن اوف صوديوم خارج الخليه والبوتاسيوم الى داخل الخليه والى الام جي موجب 2 كوفاكتر على مود احول الاي تي بي. ترى هو مو كل ثلاثه صوديوم المفروض واحد بوتاسيوم لا شو اثنين بوتاسيوم ثلاثة صوديوم اثنين بوتاسيوم اي ما احتاج يعني مو الا مكافئ مو الا مكافئ نفس العدد يعني ثلاثة صوديوم اثنين بوتاسيوم. طبعا هنا انا احتاج الى اي تي بي ايز ايز يعني شنو انزيم صح انا بدي احلل الاي تي بي واضحة سهلة لو صعبة لحد الان سهلة صعبة؟ لا سهلة دكتور صعبة اصعب من الليبيد لو والانزيم لو البروتين اصعب شيء دكتور الفاسيليتد ديفيوجن شوف هنا مثل ما قلت لكم انه باي دايركشن شنو باي دايركشن؟ اتجاه يعني اتجاه اكتب ترانسبورت الديوجوال يوني دايركشن يعني شنو؟ واحد اتجاه واحد يعني ممكن هاي الجزيئه تكون مكان عالي يعني اوتسايد ممكن انسايد تكون عالي فتكون باتجاه الاكتب ترانسبورت شنو؟ اجينست ذا الكتروكيميكال جريدنت يعني شنو؟ عكس التيار يعني شنو عكس التيار يعني من تركيز واطئ الى تركيز عالي اند ريكواير شنو انرجي بينما ذاك ما احتاج الانرجي. زين وهذا الرسم يوضح هذا الشيء. شوف هنا التركيز عالي لو واطئ عالي عالي وهنا تركيز واطئ هاي الكتروكيميكال جريدنت يعني اتجاه التركيز او اتجاه التيار يعني هنا اللي يكون عالي هنا واطئ يعني هذا الاتجاه السهم بيا بالفاسيليتد ديفيوجن لو بالاكتيف ترانسبورت فاسيليتد لا بنتبهوا هسه اريد انقل جزيئه من هذا الاتجاه الى هذا الاتجاه بشنو انقلها؟ فاسيليتد فاسيليتد ديفيوجن. اذا هذا الفاسيليتد ديفيوجن تشوفون اتجاه السهم؟ زين لعد بالعكس اذا اردت اخرجها يعني اكتيف ترانسبورت هذا شنو؟ اكتيف ترانسبورت وبما انه اكتيف ترانسبورت يعني انرجي يعني يحتاج شنو؟ الى انرجي تمام وياي اخر شيء عندي انه جبتها هاي العام انه السمول مولكيولز سمول مولكيولز تنقل عن طريق الفاسيليتد ديفيوجن والاكتيف ترانسبورت تمام
طبعا هم فاسيليتد او يسموه باسيف ديفيوجن هم نفس الشيء انتشار الميسر. عندي لارج مولكيولز من النقل طلاب بالاندوسايتوسيس والاكزوسايتوسيس. انتبهوا من اقول لارج مولكيولز شنو؟ اندوسايتوسيس واكزوسايتوسيس. ومن اقول سمول مولكيولز يعني شنو؟ يعني فاسيليتد و اكو نوع اخر من الترانسميشن يسموه سيجنال يعني اشاره هرمونيه عن طريق ريسبتر. هذا الريسبتر موجود على السيل ممبرين ويعطي اشاره ونقل يصير للاشارات. اذا طبعا الهرمون انطى اشاره للريسبتر الموجود على السيل يصير سيجنال ترانسميشن. تمام خلصنا. اجيكم بالمثل الثاني عم تقولها والله جديات 10 دقائق سهله هي. دكتورة ذا تبلشين بها يعني ثلاثة من ناخذ؟ لأنه أنتم ما عندكم أسبوع لا ثلاثة أشهر بدي أخذكم يعني نص ساعة ثلاثة ساعة كل أسبوع. أنا نسيت الحضور وين صارت الورقة؟ وين ناخذ صلاة الطراء. فيتحول معظم الأكل إلى ستورج خزن. وطبعا يبدي يظهر الكتابوليزم، يبدي يظهر الوهن، ويبدي جزء حتى من المصل العضلة يتحول إلى أديبوس تيشو. فروتينيا هي يعني تلقائيا السمنة وهي تقدم العمر. فنقول ك يعني بحوث عالمية وجدوا إلى سن 25 سنة يعني تقريبا أكو توازن ما بين يعني اللي بناخذه بناكله ويا الطاقة المصروف. يعني هذا الشخص أسميه هيلثي أسميه كنترول هذا صحي. إذا كان كمية الطاقة المصروفة يسموها إنيرجي إكسبندشر مساوية إلى كمية الفود انتيك. يعني شنو فود انتيك؟ يعني الأكل اللي أنا آخذه إذا كانت الكمية متساوية هذا الشخص يسميها هيلثي. لا والله إذا كان حركته قليلة وأكله هواية إيش راح يصير هاي بهالحالة؟ آكل هواية ما أتحرك يعني شنو؟ يعني سمنة. زين إذا أتحرك هواية وما آكل بهالحالة شنو؟ أو قليل أكل. هاي الحالة إيماسيشن يعني شنو يعني لين التخصر الضعف بالحالتين الضعف العام والسمنة بالحالتين هي موجودة وتؤدي إلى الموربيديتي. ها خلصتوا؟ فبالتالي أنا لازم كمية الطاقة ويا كمية الطعام تكون متساوية نوعا ما. شنو؟ متساوية. تتحجوا هاي أخلص انتوا بالأخير صوب اثنين ولا وياي طلاب بالاخير ولا من بدايه المحاضره الثنين البنات المرقه البيضاء والصفراء ابد. النيوتريشن هو ساينس اوف شنو فود اوف شنو علم الاغذيه. زين اللي هو من خلاله انا اتحكم بالهيلثي مالتي اما اصير هيلثي كنترول او اصير من البيشن. تمام زين اذا ريليشن تو هيلث اند ديزيز. Their action, interaction and balance relation to health and disease. يعني من نوعية الغذاء مالتي اتحكم بالمرض واتحكم بالصحة. زين the nutrition concept with the digestion, absorption, transport, metabolism كلها لها علاقة بالتغذية. زين من اقول ماكرو نيوترينت شنو فرقه عن المايكرو نيوترينت؟ هسه قلت قبل شويه من اقول الماكرو نيوترينت يعني البروتين والفات والكربوهيدرات يعني الجسم يحتاجها بكميات كبيره. ومن اقول المايكرو نيوترينت يعني الفيتامينز والمينرالز يعني يحتاجها بكميات شنو؟ قليله. زين عندنا ال فعنا الكميات القليلة مايكرو جرام تو سيفيرال جرامز يعني من المايكرو للسيفيرال جرامز يعني كلش قليلة احتاجها ولكن هي طبعا مهمة. تعتبر الفيتامينز والمينرالز تنصب لا انيرجي. هي الفيتامينز والمينرالز ما تعطيني طاقة. تعطيني طاقة الكربوهيدرات والبروتين والفات ما تعطيني طاقة ولكن لما تعطيني طاقة شنو الفائدة مالتها؟ انه تساعد على شنو ريجوليشن اوف ميتابوليك اكتيفيتي. يعني مثلا هذا الانزيم يحتاج الى كوفاكتور زنك صح لو لا؟ بدون هذا الزنك ما يشتغل اذا يساعد على الميتابوليزم. تمام اللي يساعد بالطاقه او تعطيني طاقه هي البروتين والفات والكربوهيدرات. تمام اللي هي شنو تساعدنا لليوتلايز اوف انرجي. زين
المينيرالز اللي مثلا تدخل بالستراكشر او سكيلتون مثل يعني اللي تدخل بالبون بالتيز مثل الكالسيوم صح ولا لا؟ الفلور همينة يدخل؟ يدخل. بعد زنك شنو استفاد من عنده؟ بالامينة. بعد عندنا سيلينيوم. طبعا عالميا جلوبال وجدوا انه الاندر نيوتريشن، يعني شنو الاندر نيوتريشن؟ اندر نيوتريشن يعني اللي عندهم سوء تغذيه، يعني مال النيوتريشن يسموها فقر دم، انيميا، مو تشوفون الوجه مالتهم بيل اصفر؟ مو شلون دائما يتوجع فلاون زي الاخر الميون سيستم مضروب مالتهم ليش؟ لانه بالحالتين هو اللي يؤدي الى الديث، يعني هنا الاندر نيوتريشن وايد سبريت ليدر تو امبيرد جراوند حتى يقوم النمو مالتهم يقل. defect بالميون سيستم and reduce work capacity شوفه حتى قدرة على الشغل ما عنده تمام؟ by contrast بالمقارنة الدول المتقدمة developed countries هنا يصير excessive food consumption يعني هاي الفاست فود الديليفري والفاست فود وياكلون وهنا تبدي يظهر شنو؟ الاوبيسيتي طبعا الاوبيسيتي هو مفتاح للكارديوفاسكولار الى الكانسر الى اخره هسه احنا كنا قبل الجهال نشوفهم لين صغار حركتهم خفيفه يتحركون هسه جهال مال مدرسه شايفين شلونه هو يمشي صح ولا لا؟ ما يتحرك عصر الاعداديه حتى ثالث ابتدائي مفاصل دكتور اصلا ما يقدر يمشي نهائيا وتجي امه يساعدك ترى تجي امه غلط فعلا غلط لانه هذا العمر المفروض هو يكون يعني كنترول بالتقدم بالعمر حتبدي تظهر لوبس زين فهنا وبالتالي انا المفروض ويا التقدم بالعمر احافظ على تتوقعون كواليتي اوف فود لو كوانتيتي اوف فود يعني كميه الطعام لو نوعيه الطعام نوعيه يعني معناته انا لازم اكل بروتين كربوهيدرات بعد شنو عندي ليفل فيتامينز مينرالز ولكن كميات متنوعه قليله والعمر لازم اقلل الكميه وازيد النوعيه تمام مو انا اكلب مثلا اكل دهون دهون واعوف البروتين البروتين مهم البروتين يدخل بالانزيم بروتين الهرمون بروتين الدفاعيه هاي الوايت بي سي الجلوبولين مو بروتين الالبومين بروتين فعاده البروتين ابدا ما يزيد داخل الجسم زين بالعكس انا احتاج البروتين بكميات حتى الليبيد طلاب الليبيد الكوليسترول سموه احنا بس نقول كوليسترول نقول خطر الكوليسترول حد 200 ملي جرام بير ديسلتر هو ماده ترى مهمه كوليسترول يصنع فيتامين دي يصنع البايا صح لو لا صوت ملح الصفراء عالي تنفرز من المراره يعني اللي شنو يهضم الاكل بالانتيستين غير القنوات الصفراء وقنوات البنكرياس تفرز العصاره مالته فهاي الصفراء ترى مصنعه من الكوليسترول زين السكس هرمون الاندروجين الاستروجين استرادالات هاي كلها من يصنع الكوليسترول فالكوليسترول حد 200 ملي جرام بير ديسلتر هو نورمال اذا زاد عن ال 200 هاي بهاي الحاله يؤدي الى ريسك فاكتور يؤدي الى اللي يترسب بالارتريز من يترسب بالارتريز الفتحه مال الارتريز تبتدي تضيق جدا فيحتاج الى قوه دفع الدم فيصير هايبرتنشن تمام يصير كارديوفاسكولار يصير اثيروما الى اخره هاي كلها مواد او كلها ديزيز خطره يلا دايجستي نبدا وياكم على اليوم الثلاثه شو الحضور حيطلع